سمر رمضاني تعيشه مدينة طنجة اليوم كما هي العادة، ومؤسسة نسائم الأندلس تحتفي بالنسخة الثالثة عشر لرمضانيات طنجة، وهي دائما مؤسسة دائما تحتفي بجمهورها بلون خاص وبطعم خاص. اليوم المؤسسة تحتفل بإدماج فن الملحون ضمن التراث اللامادي القائمة ديال التراث اللي منظمة اليونسكو. احنا تنعيش كما يعيش الجمهور الطنجاوي اليوم بواحد لوحة فنية في إطار توليفة ملحونية عساوية أندلسية تعرض لأول مرة بمدينة طنجة. كما لا يخفى عليكم أن الجمهور الطنجاوي هو تواق ومحب حتى النخاع لكل ما هو تراثي، وحنا في هذا السمر رمضاني رباني روحاني أنتم تشوفوا القاعة غاصة بنخبة من الجمهور الطنجاوي، وأن الكل يتقاسم ويتناسم مع هؤلاء الفنانين القادمين من أنحاء المملكة، من كناس، من فاس، من طنجة. فأملي أن يروق هذا الحفل كل المحبين وكل المولوعين، وأن رمضانيات طنجة أصبحت لها مكانة ضمن الأجندة التراثية لمدينة طنجة. وبهذه المناسبة نشكر المديرية الإقليمية للثقافة لجهة طنجة تطوان اللي تشاركنا دائما في كل الأنشطة ديال المؤسسة، ابتداء من مهرجان أندلسية طنجة المعروف الذي أصبح له صيت على الصعيد الوطني، إلى رمضانية طنجة اللي تتعيش اليوم النسخة الثالثة عشرة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.